طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Today's session we will derive the magnetic field, the intensity H or the strength, تمام، for an infinite sheet of current. For an infinite sheet of current, meaning إنه أنا زي ما حكينا في session منفصلة عن a line current، في عنا إشي اسمه اللي عبارة عن surface current، وفي إشي برضو volume current زي ما حكينا previously، تمام. فلما أحكي أنا infinite sheet of current, meaning that إن ال current is distributed على هاي infinite sheet, surfacely distributed, تمام. فالفكرة هلا, in order to derive the magnetic field intensity, we will consider an infinite sheet in the z equal to zero plane, meaning أنا بدفتر this is the xyz plane, تمام. After that, this is the XYZ plane. Okay. So, for example, this is the X. This is the Y. And this is the Z. And then we have the XYZ space. Or is it equal? الانفينيت شيت هلا وي ويل بي اسيومينج انه هاي الانفينيت شيت تمام موجوده ان دي زد ايكوال تو 0 او بين قوسين اي كان سي اللي هو الاكس سوري الاكس واي بلين تمام. وبالتالي to visualize it بدي ارسم لك اياها بهذا الشكل, يعني we will visualize it in this way, تمام. اذا في عندي infinite sheet, يعني هاي sheet infinite dimensionless, خليني احكي سوري infinitely, الدايمنشن تبع infinity تمام موجوده عندي في الاكس واي بلين. If the sheet has a uniform current distribution او current density, خليني احكي إذا كان في عندي هاي الشيت عندها اللي عبارة عن الـ current density, تمام, عندها اللي هو K وهذا عبارة عن vector, وكان يسوي لي K along الـ AY. بدي أفترض إنه K يساوي KAY, meaning على إنه for example this is how the current, تمام, is presented. يعني أنا بس بحاول just to visualize it. إنه direction تاع ال current along the AY, راح هذا positive AY. تمام, يعني هذا this is كيف إحنا we represent هذا ال current. تمام. إذن في عندي ال current اللي عبارة عن K اي واي, وهذا طبعا كلنا عارفين هذا بيكون عباره الكي بشكل عام اللي هو كلنا عارفين الكرنت اليمنت اللاين كرنت, يعني امبير متر, تمام, امبير متر. الكي بشكل عام اللي عباره عن امبير على متر, دير بالك لما ينضرب بدي اس متر سكوير فبصير عندي امبير متر, تمام, بس عشان نكون متفقين. اذا هلا مبدئيا so this is our K, هاي الكي اللي عبارة عن هايها, هي عبارة عن K along the AY, تمام, متفقين, ممتاز جدا. هلا احنا بدنا نعرف اشي كتير مهم, انه هذا الشيت موجود في ال XY plane, تمام, والكرنت فعليا مش زي ما هو لما يكون عندي straight conductor filamentary infinitely filamentary long conductor current total current I, لا, هنا عندي الكرنت موزع على المساحة, تمام, يعني ما مش التوتال كرنت لسه لازم احسبه حسب الباث اللي انت بدك تختار, تمام. طيب الواحد بيقول لك طب شو وين الباث, كيف بدي اطبق الباث هون؟ هلا انا الباث لو بدي اختار امبيرينس باث بهذا الشكل, بحيث انه along لو بدي اطلع عليه y equal to 0 او على x y plane على الاكس زد بلين, يعني انا هون بدي افترض انه
الامبيريانس باث امبيريانس باث وينه هذا الامبيريانس باث؟ موجود في y equal to 0 او ال y ال x z plane. x z plane شو معنى هذا الحكي؟ يعني انا بدي اتخيل لك يا بات الشكل، بدك تتخيل معي الباث بهذا الشكل، انه انا اول شيء في عندي باث بتحرك من هون لهون، بدي احاول حتى يعني ازاخر شوي، تمام، بحيث يبين معي هذا، اذا بدك شوي بدي اكبره عشان بس يبين معي، تمام، وهذا بدي اوزعهم هون عشان بس. عشان بس الباث يكون اوضح. بدي افترض انه موجود بهذا الشكل، هاي الطريق هاي واحد منهم، واحد تاني موجود عندي هيك، وهلا راح ارسم لك اياه بشكل دقيق. الدقة اهم اشي هون عندنا في الموضوع، بدنا نحاول نحركه هيك، هذا بس خليني اطبقه هيك، وهذا نجيبه هيك، هذا راح يكون دقيق جدا في الرسم، اوكي؟ وهذا بدي يجي عندي كنترول سي، بينزل عندي من هون كنترول في، تمام؟ بحيث انه بهذا الشكل، وهذا بدي اجيبه برضه كنترول سي، بدي احطه هنا كنترول في، وراح يجي عندي منطبق هيك. هذا خليني بس اكبر شوي، يعني احنا بنرسم رسمه مع بعض، بنغير حسب الوضع، اوكي؟ هلا عشان اكون دقيق بدك تتخيل لي على انه هذا الامبيريانس باث في جزء منه above z equal to zero plane وجزء منه تحت، فعشان اكون دقيق في الرسم بدي ابين لك هدول على شكل دوتد، تمام؟ تمام، ببينهم على شكل ايش؟ دوتد. تمام، فهذا الباث looks like كأنه موجود عندي، تمام، بطريقة معينة، تمام، along the، يعني هو شوي احنا هذا لازم شوي يتوسط، لو حركنا هذا just a little bit like this هيك بتوسط تقريبا هيك احسن، تمام، وهدول حركهم نجيبهم هون، وهدول نجيبهم هون، وهدول بس نجيبهم. ممتاز، فلاحظ هيك تقريبا صار عندي الباث واضح، بحيث انه هذا الباث لو بدي اشوف التيبس تاعونه رؤوسه عندي 1 2 3 4 بهذا الشكل، تمام، والمسار اللي انا بدي اختاره لهذا الباث هو بهذا الدايركشن، هاي هيك من 1 ل 2 2 ل 3 3 ل 4 و 4 ل 5، تمام، هذا الامبيريانس باث. اذا كمبر هاد هو عباره عن الامبيريانس باث، تمام، وتذكر عن انه الكرنت عم بمر عندي اللي عبارة عن الكرنت دينسيتي اللي عبارة موجود عندي اللي عبارة عن كي اي واي، تمام؟ طيب ممتاز. طيب الامبيريانس باث لو بدي اشوف لك اياه هو عبارة عن الباث 1 ل 2 2 ل 3 3 ل 4 و4 برجع فيه ل1، هذا بالنسبة لانه يمثل الامبيريانس باث، تمام؟ تو فيجواليز ات خليني اياك تخيل هذا ال XY plane الموجود عندي هون، حاولنا ان نرسمه. طيب trying زي ما كانت to visualize هاي الوضع، بدي افترض جدا ان this is the Y, this is the X, and this is the Z. اذا في عندي ال X axis، عندي ال Y، and في عندي ال Z. هلا انا مفترض على انه ال vector بشكل عام او ال current density موجود عندي بهذا ال direction، يعني موجود فور اكزامبل
من هاي النقطة توارد هاي النقطة، تمام؟ بهكذا، تمام؟ موجود فور اكزامبل من هاي النقطة توارد هاي النقطة، هذا هو مثلا اتجاه الكرنت دنسيتي من هاي النقطة الآن بهذا الدايركشن، تمام؟ يعني هيك أنا شكل الكرنت دنسيتي من هاي النقطة لهاي النقطة، تمام؟ بس عشان just to understand it. وبالمقابل انا لو بدي ارسم امبيريانس باث، امبيريانس باث بتحرك من نقطه واحد لنقطه اثنين، من نقطه اثنين لنقطه ثلاث، من نقطه ثلاث لنقطه اربعه، وبعدين برجع عندي لنقطه واحد. ف this is the امبيريانس باث. هلا هون سوري هاي بالخطا، خليني ارجع ارسم الامبيريانس باث بشكله الصح، حيكون عندي بهذا الشكل نقطه واحد لاثنين، اثنين لثلاث، ثلاث أربعة على خمسة. فthis is then how the problem looks like. خلينا نحكي أوكي. فبهذا الشكل إذا أنا بدي أتخيل لي problem بتاعتي بهذا الشكل. إذا this is the amperians path، تمام، بتحرك من نقطة واحد لنقطة اثنين، نقطة اثنين ثلاث، ثلاث أربعة، أربعة برجع لواحد. يعني هاي مثلا بعطيها منها rename مثلا، بعطيها رقم واحد. مثلا هاي 0 1 اوكي، خلص خليها على اف اف جي و اتش اي اوكي. سو ذس از ذا امبيريانس باث، وانا اللي موجود عندي الكرنت دنسيتي هذا الدايركشن تبعه، هذا هو عباره عن الدايركشن تبعه، تمام؟ بلاحظ طلع عليها بهذا المنظر، حتكون بهذا الشكل اوكي. هلا بدي ارجع للبروبلم تاعتي، شو كيف بدي اعمل اناليسيس. هلا الفكره في الموضوع انه وي نيد تو ابلاي امبيرز لو، صح؟ هلا اذا حددنا الامبيريانس باث، هلا we need to apply امبيرز، قانون امبير اوكي. طيب قانون امبير شو بحكي لي باختصار؟ قانون امبير بحكي لي هالسيركوليشن تبع ال h dot dl along هالي كلوز باث اللي انت مختاره l، تمام، هو نفسه عباره عن انتجريشن لل j dot ds، تمام، وهو نفسه اللي عبارة عن integration، هو نفسه ال i enclosed، sorry i enclosed within ال amperians path. طبعا ممكن احكي j dot ds، ممكن برضو احكي integration لل k dot dl برضو، صح؟ اذا كان عندي distribution اللي عبارة عن surface current، تمام، بهذا الشكل. طيب ممتاز. هلا بحكي لك to evaluate the integral we first need to have an idea of how of what h is like. احنا عشان انا افهم البروبلم لازم اطلع ال h، هذا الماجنتيك فيلد انتنسيتي كيف راح يكون شكله، تمام، سواء عند z more than or equal 0 او z less than or equal 0، تمام. To achieve this we regard the infinite sheet as comprising of filaments، تمام تمام. يعني انت بتعتبر كانه في عندي فيلمنتس او ستراندد، شايفهم هدول، يعني كل خط بتعتبره هو كانه يونت، هو وحده اصغر يونت موجود عندي لهذا الكرنت سيرفيس كرنت، وهدول انا بتعتبر على انه هدول هم عباره عن الفيلمنتس، تمام، هدول عباره عن الفيلمنتس، تمام تمام، هالخطوط هالشعيرات، تمام، كل واحد منهم عبارة عن يمثل كي دي اس. عشان تطلع هالتوتال كارت بدك تشوف الامبيريانس باث انت محيطه بايش. طبعا هنا هاي نقطة اذا مهمة جدا لازم نستوعبها، تمام، بحيث دي اتش اباف اور بلو ذا شيت. يعني انا بدي اشوف الماجنتيك فيلد اباف ذا شيت، يعني بدي اطلع على الماجنتيك فيلد من هون وطالع اباف ذا شيت، تمام، في وضعية الاباف، تمام، وبدي اطلع على الماجنتيك فيلد اندر ذا شيت هيك، هذا اندر، تمام، بدي اطلع عليها اباف واندر ذا شيت، تمام، due to the pair of filamentary currents. يعني لو انا اخترت pair of filamentary currents، جزء لا يتجزا، ولتكن اخذت فور اكزامبل هاي الجزئيه البسيطه اللي هي بالاورنج، واخذت فور اكزامبل هذا الخط الموجود عندي هون اللي بالاورنج، وطلعت عليهم من هون، وطلعت عليهم من هون، وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ تمام، اللي بصير عندي دي اتش above or below the sheet due to the pair of filamentary currents can be found by using the equations اللي احنا عارفينها previously، اللي هي لما كنا نحكي عن total current، لما كنا نحسب total current، بحيث اني انا بدي اشوف هال اتش اللي جايه من هذول الاثنين واطبق الرايت هاند رول، تمام، بدي اطبق الرايت هاند رول.
شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي انه انا لو اجيت اطلعت من هاي المنطقة هيك، لو اجيت اطلعت من هون تمام ايش، وعيني على الفيلمنتري الاول هاد اللي بالاورنج والفيلمنتري الثاني وطلعت عليها من هون، راح اشوف الزد اكس بلين صح؟ يعني انا لو بدي اطلع عليها بدي اياك تخيلها بهذا الشكل، لاحظ شو كيف نتخيلها، بدي اياك تطلع عليها هيك، هاي بدي احركها هون تمام، وهذا طلع هذا الاكس واي بلين هو بالجرين، بس عشان نضل احنا الاين بدي بس احركه جست ليتل بيت هون بهذا الشكل تمام، بحيث انه هاد يمثل الزد لما اطلع انا من فرونت، وهذا راح يكون عندي الاكس صح، هذا راح يكون عندي الاكس، بحيث انه هاي الجهه، هاي الجهه هي الاكس البوزيتيف صح، اللي هاي راح تكون عندي هذا الاكس البوزيتيف، وهاي الجهة راح تكون عندي الاكس ولكن النيجاتيف صح. لو اخذت تو فيلمنتري كوندكترز، تو فيلمنتري كوندكترز اللي هم الاورنج الاثنين راح يبينوا عندي بهذا الشكل، راح يبينوا عندي هون، والله كيف راح يبينوا عندي، هاي الاول بهذا الشكل، يعني بس ارسمها بشكل سيركل دغري، وهذا الثاني تمام راح يبينوا عندي بهذا الشكل. خليني بس اعمل اشي واحد، بدي افرغ هذا الكوندكتر من جوا، لاحظ عشان نعرف نرسم، وهذا راح افرغه من جوا بهذا الشيء. اذا هي عم بحكي لك انا فرغت في المنتري كوندكترز اللي هم مين، بدي اسمي هذا رقم هذا واحد، وهذا بدي اسميه اثنين اللي بالاورنج شايفهم، واحد اثنين، فهذا واحد لأنه هذا صار عندي واحد وهذا صار عندي اثنين. الدايركشن تبع الكرن تبعهم هيو، والله كان بطلع على tip of the arrow تمام بهذا الشكل تمام. هلا هدول اثنين موجودين عندي، ارتفاع وليكن فور اكزامبل ارتفاع اللي انا بدي اشوف عنده مسار امبير، اللي بدي اشوف هو بدي اشوف عند هاي النقطة هي عبارة عن h، اللي هي فور اكزامبل لو انا بدي اعطي فقط dimension للامبيريانس باث، هاي بدي افترض هاي من هون لهون احنا اعطيناها دايمنشن وليكن هذا الدايمنشن اللي هو بي، وهاي من هون لهون بدي اعطيها دايمنشن بهذا الشكل اللي هو اي تمام، واحدة اي واحدة بي تمام، واحدة اي واحدة بي. هلا لو انا اخذت هدول التو فيليمنتريز موجودين عندي هون، بدي اشوف كيف الـ H الـ behavior تبعه في التوب وفي البوتوم او above واندر، بمعنى بدي اشوفه هون في وضعية الـ above، يعني خليني افرجيك يا بتشكل بدي اطلع عليها من هون above واندر تمام. هلا النقطة اللي انا بدي اختارها هي نقطة على سطح امبير، يعني بدي اختارها فور اكزامبل على الزد اكسس هون، بدي اختارها على الزد اكسس هون تمام، يعني بدي اشوف هون كيف راح يكون الدايركشن تبع الـ H على ارتفاع معين، وليكن هذا الارتفاع من هون لهون فور اكزامبل انا بدي اختاره على انه H، وبدي اعمل كمان واحد على another height 1 2 3 4 بهذا الشكل 1 2 3 وهذا وليكن H تمام بهذا الشكل. طيب هلا لو اجيت من الكوندكتر نمبر 1 وشوفت كيف اتجاه الماغنتيك فيلد الناشئ من الكوندكتر نمبر 1، الديفرنشال ماغنتيك فيلد اللي ناشئ من الكرنت اللي موجود عندي هون، وليكن هاي K1 نسمي هاي فور اكزامبل K2. خليني اشوف الدايركشن تبع الماغنتيك فيلد. اول شيء الخط الواصل بينهم بالنسبه لنا ديو تو الكوندكتر الاول هذا من هون لهون راح يكون بهذا الشكل صح. طب دايركشن الاتش لو طبق الرايت هاند رول، الثمب باتجاه الدايركشن تبع الكرنت والفينجرز بيشيروا لي الى اتجاه الديفرنشال ماجنتيك فيلد صح، يعني انا بالنسبه للديفرنشال ماجنتيك فيلد راح يكون اتجاه بهذا الشكل وعمودي عليه، فهذا راح يكون دي اتش 1، اذا فراح يكون اذا الدايركشن تبعه دي اتش 1. بالمقابل لو بدي اشوف هذا الفيلمنتري كرنت بشكل عام كيف بياثر على هاي النقطه تمام، خليني اوصل هذا الخط بينهم بهذا الشكل تمام، واطبق الرايت هاند رول، فيكون عندي ثمب باتجاه الكرنت والعمودي راح يكون عباره عن ايه، دايركشن تبع دي اتش
1. إذا هذا راح يكون عندي، هذا راح يكون عندي دي اتش 1. طب خلينا نشوف 2، خلينا نشوف 2. ممتاز، تعال نشوف 2. هلا 2 خلينا نوصل خط، كيف نشوف كيف المنتري 2 راح يأثر على هاي النقطة الموجودة عندي هون. تمام، خليني أمد خط بهذا الشكل، راح يكون عندي خط بهذا الشكل. تمام، أطبق، هذا راح يكون عبارة عن ثمب، الثمب باتجاه الكرنت، والعمودي راح يكون تقريبا بهذا الشكل. عليه راح يكون الدايركشن تبع ايش؟ راح يكون الدايركشن بهذا الشكل، مثل العمودي عليه اللي هو دي اتش 2. تمام، دي اتش 2 طبعا هاي لازم يكونوا نفس المسافة. اوكي، يعني هاي حتى سيك حتى تكون دقيقين شوي هيك، ها يعني هاي لازم تيجي سمول هون. الفلمنتري هيك بدي اجيبه هذا الشكل، هيك بكون احسن. يعني نحاول نوعا ما على، تمام. طيب بالمقابل اذا هذا دي اتش، بدي اشوف 2 كيف بياثر عند هاي النقطة. راح يكون عندي الثمب، الثمب بهذا الاتجاه، وبالتالي راح يكون دي اتش 2 راح يكون بهذا الاتجاه. فراح اوصل اول شيء خط بينهم، وقبل ما اوصل الخط بس بدي احاول ابينه هيك، ودي اتش 1 بس حركه هيك. اوكي، اذا دي اتش 1 دي اتش 1 دي اتش 2. هلا بدي اكمل هون بدي اتش 2، اوصل هذا الخط من هون لهون. تمام، راح يكون تاثيره لتحت صح، يكون تأثيره لتحت، فراح أرسمه بهذا الشكل عمود عمي. تمام، إذن هذا راح يكون عندي دي اتش 2. ممتاز جدا. هلا تيجي تطلع الكومبوننتس هون دي اتش 1 ودي اتش 2 along the z axis راح يلغوا بعض، فراح يضل عندي من هون إذا resultant component الدايركشن تبعها وين؟ الدايركشن تبعها بهذا الاتجاه، فراح يكون عندي إذا دي اتش. تمام، في above الشيت لاحظ الدايركشن تبعها باتجاه البوزيتيف. بالمقابل لو اجي هو نفس الشيء الكومبوننتس along the z axis راح يلغوا بعض، فبضل عندي كومبوننت واحده فقط. تمام، كومبوننت واحده فقط وهي عباره عن بهذا الدايركشن، وراح تكون عندي اللي عباره عن دي اتش صح. يعني كاني عم بوصلك لكونكلوجن كثير مهم، كونكلوجن كثير مهم اللي هي كالتالي. اذا the resultant DH has only an X component، لاحظ فقط X component، ما في عندي Z component. Also H on one side of the sheet is along the positive direction, on the other side along the negative direction, owing to the infinite extent of the sheet. The sheet then can be regarded as consisting of such filamentary pairs، تمام، هاي الأزواج من الفيلمنتريز، so that the characteristic of H for pair are the same as of the infinite sheet. تمام، that is، وبالتالي I can say من هون على انه اذا بشكل عام ال H هذا المانيتك فيلد يساوي لي ما يلي، بدي يساوي لي ما يلي. مرة رح يكون عندي positive انا بعبر عنه H نوت بدي اسميه AX، لما بحيث انه Z اكبر من 0 في المنطقة هاي، Z اكبر من 0 هاي عبارة عن Z اكبر من 0 صح above، لاحظ. فز ال H بشكل عام along ايش؟ لما طبعا انا اخذت pairs، ولكن لما تاخذ التوتال راح يكون عندي H نوت انا سميت، وراح يكون عندي H نوت along ال minus AX، فبدي عبي احكي minus ال AX بحيث انه هاي فيها Z less than 0 اللي هي في المنطقة هاي Z less than 0. تمام، وبالتالي هيك انت بتكون عرفت شكل ال H above ال z equal to 0 plane او z اكبر to 0 و under z equal to 0 plane او z less than or less than 0. وبالتالي في من هاي النقطة، من معرفتي لهاي النقطة، طبعا هون ال h الجاي من هاي ممكن عبر عنها كأنها filamentary conductor صح، بحيث انه ممكن تكون هاي النقطة اللي انت بتحسب عنها هي عبارة عن rho،
فالاتش نوت كانك عم تحكي هون ايش؟ عباره عن اي على 2 باي رو، على 4 باي رو مثلا. الافرج عند نقطه رو، تمام؟ يعني جست فور انفورميشن. ممتاز جدا. وبالتالي evaluating the line integral of h، عشان اجيب ان line integral of h هون في امبيريانس باث، بدي اتحرك على الامبيريانس باث هذا. اذا النقطه هلا اللي انا بدي اياك هون هاي ال h نوت، هلا we need to evaluate the circulation of ال h dot dl along the path l. لونج الباث ال، وهذا ايش بيساوي؟ طلع شو بيساوي لي؟ بيساوي لي معي اول شيء بدنا نعمل انتجرال الاول من 1 ل 2، بعدين بدك تعمل انتجريشن من 2 ل 3، بعدين بدك تعمل انتجريشن من 3 ل 4، بعدين بدك تعمل انتجريشن من 4 بترجع فيها ل 1، هيك بتسكر الانتجريشن، هيك بتعمل سيركوليشن كامل، تمام؟ اللي هم لاحظ 1 ل 2 هي الانتجريشن الاول، 2 ل 3 3 ل 4، 4 ل 5. وهذا اللي عباره عن اتجاه المسار اللي انت بتمشي فيه، اللي هو ال اللي كيف بدك تمشي فيه. لاحظ مثلا هون انت ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف، هون بس الطول بي، هون الطول A. لاحظ كانه مضلع الموجود، بس بدك تدير بالك كيف ال H دايركشن تبعها. كيف ال H راح يكون الدايركشن تبعها في كل مره عم تمشي فيه. تمام؟ في كل مره انت عم تمشي فيه، ولاحظ احنا اثبتنا على انه الاتش مره راح يكون عندي ابف الزد ايكوال تو زيرو، راح تكون مع الاكس، واندر راح تكون باتجاه البوزيتيف اكس، واندر راح تكون باتجاه النيجاتيف اكس. فبدك تاخذ بعين الاعتبار، اذا برضه هاي بدك تاخذها بعين الاعتبار لما ترجع ترسم المضلع، بدك ترسم الامبيريانس باث بهذا الشكل، راح تاخذه بعين الاعتبار. هاي بدي احاول جاست فور يور انفورميشن ارسم لك اياه ان وايت كلر عشان بس تتخيل شو الفكره في الموضوع، يعني هيك اني عم بعمل. اوكي تمام. إذا لاحظ هنا H positive، هنا H راح تكون عندي negative just for information. okay. فهذا الحكي عبارة عن لإيش؟ لل H dot DL. تمام؟ بتعمل بهذا الشيء. فباجي بحكي ما يلي يساوي، خليني أعمل الانتجريشن الأول اللي هو من 1 إلى 2. الانتجريشن الأول من 1 إلى 2، الانتجريشن من 1 إلى 2، لاحظ بدي أتحرك أنا من 1 إلى 2. من 1 ل 2، من 1 ل 2 يعني برضه بدي احاول بس هون ارسم لك اياه المستطيل عشان بس اتخيل الوضع هيك، وهعمله شوي كبير. اوكي، حيث انه هاي النقطة هي 1، هاي النقطة 2، هاي النقطة 3، وهاي النقطة 4. من 1 ل 2 انت ماشي بهذا الدايركشن، صح؟ صح، انت ماشي هذا الدي ال اللي هو بالنسبة لك كان عندي A، ولكن H عمودي عليك، صح؟ H باتجاه الـ AX، ولكن انت ماشي along اللي عباره عن، لو بدي احط لك اياها يعني من وجهه نظر دوت برودكت، الانتجرال الاول تبع 1 ل 2، الانتجرال تبع 1 ل 2 راح تحكي معي، انت راح تعمل ال h، راح تاخذ ال h اللي هي along ال ax البوزيتيف، لانه انت في جزء منها راح يكون عندي طبعا بوزيتيف، لو اخذت، لو بدي اكون يعني بشكل عام شوي دقيق، هاي الجهه بوزيتيف اللي هي من 1 ل مثلا، بدي اكون مثلا ل نوت سميها لزيرو، من 1 لزيرو راح يكون عندي فيها بوزيتيف، بدي اعملها بهذا الشكل. اذا الانتجريشن الاول من 1 لزيرو دوت هاي اتش اي اكس راح يكون عندي، ومن 1 لزيرو انت كيف ماشي؟ انت ماشي نص اي، نص اي اي زد، صح؟ انت ماشي نص اي، تمام؟ بعدين الونج الماينس اي زد، تمام؟ بعدين بدك تحكي زاد، لسه انا بتحرك من 1 ل 2، هاي من 1 لوين؟ ل 0. بعدين من 0 ل 2 بدك تحكي هي عباره عن ماينس ال h a x دوت نص a برضه باتجاه الماينس a z. هلا في كل الحالات، في كل الحالات انا عم بعمل دوت برودكت ل a x مع a z او a x مع a z، في كل الحالات راح يطلع عندي 0 لانها متعامدات. وبالتالي for the sake of simplicity هذا الحكي كله ما راح اعمله، فمجرد ما صار في عندي تعامد تمام راح اعتبره زيرو. في اللحظه الواحد اثنين راح يكون في عندي تعامد، فبدي اعتبره انا زيرو. ولا التبسيط ممكن اجي احكي لك سمبلي كالتالي، انه انت ممكن تيجي تحكي اللي هو h along the az ما في عندي زيرو، يعني ممكن واحد يحكي لك اللي عباره عن h z اللي عباره عن az دوت ال a تمام ماينس ال az.
تمام بهذا الشكل، و اتش زد ما عندي، تمام هاي واحد لاثنين، هاي من واحد لاثنين. بعدين بدنا نحكي زائد، هلا بدنا نحكي من اثنين لوين بدنا نمشي، من اثنين لثلاث. بدنا نمشي من اثنين لثلاث، لاحظ من اثنين لثلاث انا بتحرك في البي، هاي من اثنين لثلاث هي عباره عن البي، انا بتحرك من اثنين لثلاث، لاحظ من البوزيتيف للنيجاتيف. طيب من اثنين لثلاث الاتش ايش؟ الونج النيجاتيف صح؟ فاذا هي عباره عن ماينس الاتش اي اكس دوت دوت من اثنين لثلاث اللي عباره عن بي، بدي اتحرك انا برضه من وين لوين؟ من اثنين لثلاث، عم بتحرك من البوزيتيف لنيجاتيف، اذا الماينس اي اكس تمام؟ بعدين بحكي زائد، بدي احكي هلا من ثلاث لاربعه، من ثلاث لاربعه شبيهه جدا من واحد لاثنين، من ثلاث لاربعه لانه في تعامد للماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد هون مره along نيجاتيف اكس، مره along بوزيتيف اكس، وانا بتحرك along ايش؟ along الاي زد، ففي تعامد، لو بدي اتحرك من 3 ل 0 0 ل 4 يطلع معي نفس الجواب، فهاي سمبلي اذا اتش الونج الاي زد مش موجوده. فباجي احكي لك اذا زائد بدي اتحرك هون من 3 ل 4، اذا اتش اي زد تمام دوت تتحرك اللي هي عباره عن اي ال ايش؟ ال اي زد هالمرة اتش ال اي زد، بس اتذكر حكينا ما في عندي اتش along ال اي زد، لا في هاي النقطة هاي زيرو ولا في هاي النقطة هاي زيرو. بعدين راح نحكي زائد، هلا زائد من وين لوين؟ واحد لأربعة بدي اتحرك، اوكي؟ واحد لأربعة، تعال نشوف من واحد لأربعة، أو من سوري من أربعة لواحد، بتحرك من أربعة لواحد، الانتجريشن الرابع. من 4 ل 1 انا بتحرك هيك، اوكي؟ عم بتحرك هيك. فلاحظ 4 ل 1 هي عباره عن بي باتجاه الاي اكس والاتش باتجاه الاي اكس، صح؟ عباره عن اتش اي اكس دوت بي اي اكس. وبالتالي شو صفى عندي اذا الانتجريشن؟ لاحظ يساوي هاي ماينس اتش في ماينس اتش اي اكس دوت بي في ماينس الاي اكس، يعني عم بحكي لك اتش بي. صح؟ بعدين زائد اتش اي اكس دوت بي اي اكس طلع لنا سيم يونت فيكتور زائد الاتش بي، وهذا الحكي شو بيسوي لي؟ هذا الحكي بيسوي لي 2 بي في الاتش، 2 بي في الاتش تمام. وهاي اتش بتعتبرها اتش نوت تمام، هاي الاتش انت بدك تعتبرها ايش؟ اتش نوت. طيب هل having found the circulation of the اتش دي ال تمام، هلا بدي اوجد الجزء الطرف الثاني من معادلة أمبير اللي هو عم بحكي لي I enclosed اللي هو الانتجريشن كي دوت دي ال تمام، كي دوت دي ال. طيب هلا هون أنا بدي أنبهك لإشي كتير مهم. هلا إحنا بشكل عام لو أجي أطلع على الكرنت من هون، لو أجي أطلع على الكرنت هذا الأمبيرينس باث 1 2 3 4، لو تطلع عليه من هون 1 2 3 4 هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة أنا أطلع عليه، بدي إياك تطلع عليه بهذا الشكل. شو كده أطلع عليه هلا؟ إذا الجزء الثاني اللي هو بدي أجيب فيه الاي الانكلوز within الامبيريانس باث اللي عبارة عن integration k في راح يكون عندي dot dl تمام على ال l. طيب هلا بالامبيريانس باث، لو أنا أطلع على الامبيريانس باث هون بهذا الشكل، اللي كان عندي هي 1 2 ثلاث أربعة صح؟ وآجي آخذ هذا اللي عبارة عن اللي هو كان عندي الأكسس اللي موجود عنده، بحيث إنه هذا يمثل من هون فور إكزامبل زد أكبر من زيرو، من هون كان عندي اللي هو زد أصغر من زيرو صح؟ لو آجي أطلع من هون لهون شو التوتال ويدث الأمبيريانس باث من هون لهون؟ total width الامبيرينس باث كان عندي بي صح؟ لو اجي اطلع على الكرنت element او الفيلمنتس الموجودين عندي بهذا الشكل، هاي الفيلمنت الاول، الفيلمنت الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، بحيث بدي افترض انهم عباره عن يونتس تمام؟ ماخذين اللي عباره عن يونت، يعني بدي افترض انه ما في سبيسنج بس هيك للتقريب. يعني هذا تمثل الكي الواحده اللي هي امبير بير متر. عشان اطلع التوتال كرنت الموجود عندي هو عباره عن ايش؟ هو
وعبارة عن حاصل ضرب هاي الكي، تمام، في ايش؟ في التوتال لينث اللي بدي اضرب. اذا كان هذا الستراندد اللي ما انضرب بهذا الشكل، هذا اوت اوف ذا بيبر، اوت اوف ذا بيبر، اوت اوف ذا بيبر، تطلع لي اوت اوف ذا بيبر، اوت اوف ذا بيبر، اوت اوف ذا بيبر. متخيل ما في سبيسنج بينهم، تمام. وبالتالي اللي عباره عن الكي كانت لواحده، تمام، عشان اطلع التوتال كرنت هالانكلوز وذن امبيرينس بدك تضرب في بي سمبلي. اذا عباره عن كي الواي راح يكون عندي كي واي بي الموجودين عندي، اوكي، كي واي بي. وبالتالي ايكويتنج هلا تو سايدز اوف امبيرز لو، يعني لو اجي على السيركوليشن اذا اوف الاتش دوت دي ال، تمام، هي عبارة عن an I enclosed. رح اجي احكي اللي عبارة عن 2 b في h النوت بدها تسوي لي k y في b، صح. ومن هون I can say b مع b تختصر، بالتالي ultimately I could say على انه ال h النوت عبارة عن k، sorry، k y k y over l b k y over. وبالتالي substituting h node in piecewise function شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي شكل ال h كالتالي. يعني انا ال h لو بدي اطلع عليه هاي من جهه معينه، لو طلع عليه بشكل عام راح يكون عندي اللي عباره عن half. طبعا هون تنساش في عندي، سوري، هاي في خطا، هاي 2 ها كي واي على 2، فراح يكون عندي هون عباره عن half k نص قسمت 2 على 2 half k y a x. هذا لما تكون ايش؟ لما كانت الزد اكبر من 0، و minus half k y a x لما كانت عندي اللي هو زد اصغر من 0، تمام؟ لانه انا في جهه كانت عندي هيها h كانت مره اكبر، h كانت along the positive a x و another one along the negative a x، تمام؟ عشان هيك انا وضعتها يعني بهذا المنطق. فبالتالي لو اطلع عليها هون راح تلاحظ انه انا في عندي كانه هاي البي وعم بضرب بهالكي واي بضرب فيها في بي، فبيطلع معي توتال كرنت اللي وذ الامبيرينس باث. ممتاز. هلا ارجع هون، اذا هذا بشكل عام اللي عباره عن اتش ان جنرال، بحكي لك ان جنرال هون ان الحاله العامه اي كود سي ذا فولوينج. ال h للانفينيت شيت، ال h للانفينيت شيت I can say اللي عبارة عن half k across ال a n، half ال k across ال a n. لاحظ هاي k y مع a x، تمام. بهذا المنطق انت يعني where a n is the unit normal directed from the current sheet to the point of interest. اذا هذا العبارة عن how to derive magnetic field intensity لا انفينيت شيت. اتمنى تكون السيشن مفيده للجميع ويعطيكم